تخيلوا معايا من واحد مجرم وحباس وكان الحلم تاعو هو يحرق لاسبانيا لواحد السيد مليونير وعنده الشركات هنا في المغرب. القصه تاع اليوم نقدر نقول لكم من اروع القصص اللي درت حيت مشوقه بزاف وفيها بزاف تاع العبر. داكشي علاش غادي نقول لكم ما تزقلوا من نوال وتفرجوا فيها من دابا حتى الاخر. القصه كتدور على واحد الشاب سميتو عصام تزاد في الدار البيضاء. باه كان معلم ومو كانت موظفه في العماله. خوه الكبير كان خدام في البنكه واختو كانت محاميه وخوه المتوسط كان استاذ. يعني العائله تاع عصام واحد العائله مثقفه وقاريه. عصام ملي كان هو صغير كان كيتريني في لاصال، كان با ديما كيتجي لاصال كيتريني، والرياضه اللي كان كيتريني هي الكيك بوكسين، وديما مداوز مع الدراري في لاصال هو كيتريني، اما يعطي شي واحد ملخه ولا شي واحد اللي يعطي لعصام ملخه. ومن كان هو صغير عصام كان الحلم تاعو هو يولي بطل في الكيك بوكسين، وغادي هو كيكبر وتيتريني وكيلعب في البطولات، وكان كيعجبو يتخامش مع الدراري ويدبز معاهم. غادي يمشيو حتى العام فاش عصام غادي يكون تيقرا في الباك، ذاك العام كانت عنده القضيه مشارجيه، خاصو يقرا وفي نفس الوقت يتريني ويمشي لاصال. في ديك الايام فاش كان كيقرا عصام في الباك، واحد النهار عصام كان مريح في القسم كيراجع، وكانوا حدا الدراري اللي كيقراو معاه، هاد الدراري كانوا كيتنمر على واحد الدري، واحد الدري كان راسو كبير وكيقولوا ليه راس تلاح، وماشي غير هادشي، كيبداو تيمنقوه في راسو، هذا يعطيه من هنا والاخر يعطيه من هنا. عصام عا كان كيتريني وعندو الروح الرياضيه، ما كانش كيحمل تعدو. عصام بقى كيشوف فيهم واحد شويه وينوض ويقول له الدراري بعدو منه مابقاش تنمروا عليه. واحد من دوك الدراري داير فيها راسو صعصع ويقول لعصام شوف سير في حالتك لا غادي ندوزو ليك تانتا ونتنمروا عليك. عصام ما حسش براسو وتتلع على هاد الدري وبدا كيضرب الوجه حتى رجع ليه وجهه بحال شي بطبوطه، هرس ليه ربعه تاع السنان وحتى نيفو. هاد الدري هذا طاح في الارض بحال البرانشه هو يغيب. استاذ دخل كيجري القسم حيت سمع الصداع، هو لقى الدري مغيب ويخرج كيجري قال له المدير. المدير تا هو جا كيجري بالي الدري مغيب ما كيجاوبش وعيط على البوليس. وعصام قام مصدوم ما عرفش كيفاش حتى وقع هذا الشيء. المهم جاو البوليس وداو داك الدري للسبيطار وعصام داو للكوميساريه. وفاش داو للكوميساريه البوليس بداو كيقولوا لعصام ما تخافش غدو السالكه، حيت عصام كاين باينه فيه مخلوع. ولكن الباتو تاع داك الدري اللي ضربوا عصام باش يسامحوا ليه ما بغوش يسامحوا ليه، وزيد على هذا الشيء مشاو للمحكمه وداروا دعوه. فهاد اللحظه عصام غرق وبقى اكثر من 10 ايام هو في السيلون، وباه كيجري من لهنا لهنا باش يشوف شي طريقه كيفاش يخرج عصام، ولكن بلا حتى نتيجه. من بعد ديك 10 ايام عصام داو الاصلاحيه. عصام ما كانش متيق راسو باللي وقع ليه هذا الشيء وخرج على راسو، وفي الاصلاحيه كيبقى عصام نهار كله هو ناعس وكيفكر في الحاله اللي وصل ليها، وبقى هكا في الاصلاحيه اكثر من 3 شهور، كون ما كانش باه اللي قدر يخرجو كون ضرب 6 شهور في الاصلاحيه. عصام فاش خرج من الاصلاحيه ورجع للدار خوتو بداو كيتعاملوا معاه بحال شي مجرم، وكيبينوا ليه انت زيد ناقص في الدار، انت كتجيب لنا غير المشاكل، حيت في هذه الوقيته كاع الخوت تاع عصام كانوا خدامين الا عصام اللي كان داير لهم مشاكل وكان باغي تيقرا. داز هذا العام والعام الاخر عصام عاود تقيد في الباك وبدا القرايه، وبقى غير من المدرسه لاصال الدار ما كيدوي مع حتى شي واحد، وقدر عصام يشد الباك وبدا كيقرا في لافاك. وهنا فاش عصام ولاو خوتو ديما كيتنمروا عليه كيقولوا ليه انت ما غدير والو ومحال واش غدير شي حاجه، تقولوا ليه انت محال تفرو انت باش تلعس وتاكل وتريني، قالوا ليه انت ما عندكش مع القرايه، قالوا ليه انت سير دبر لك على شي خدمه واش حنا غنبقاو نصرفوا عليك، نعطيوك الماكله نشوف لك الحوايج نعطيوك الفلوس، قالوا ليه راه عينا من هذا الشيء بركه عندنا. والمشكله حتى باه ومو كيقولوا لي هذه الهضره، هذه كلشي ولا كيخشي لي هذه الهضره، وما يقدر ما كانوش عارفين باللي هذه الهضره كتزيد تفشي بنادم وتدمره اكثر واكثر. عصام كثرت هذا الشيء حقد على العائله تاعو، ولا كيفيق مع 8 الصباح كل نهار ويخرج يمشي للافاك يمشي للاصال يمشي يدور وما يرجع للدار حتى 12 الليل، وهذا الشيء كيديروا كل نهار حتى السبت الاحد، ما بقاش كيريح مع دارهم ولا ياكل معاهم فوق الطبله. وحتى هذه الوقيته كان عصام باقي كيتريني كيك بوكسين، كيمشي للاصال كيتريني وكيشارك في البطولات وكان ديما كيربح، والحلم تاعو هو يولي بطل معروف تاع الكيك بوكسين. حتى واحد النهار غاجي عنده واحد الدري صاحبو كيتريني معاه في لاصال وقال ليه شوف عصام شي المستقبل تاع الكيك بوكسين في المغرب راه ما كاينش من عادم. قال ليه شوف عصام اللي بغيت تولي بطل خاصك تهاجر هذا المغرب وتحرق. عصام قال ليه كيفاش غادي نحرقو؟ داك صاحبو قال ليه شوف غادي نطلعو لطنجه انا وياك وغادي نشوفو شي طريقه كيفاش نحرقو للصبريون، نحرقو للصبريون ندبرو على شي خدمه ونكريو ونبداو كنترينيو في لاصال، وهكا غنضمنو راسنا بلي لعبنا في البطولات نربحو وغادي نبداو غاديين وكنطلعو. قال لي هذه هي الخطه الجهنميه اللي بغيت تحرق راسك وتولي بطل. عصام قال لصاحبه باللي خاصني نقنع الوالد باللي غادي لطنجه نخدم، الا قلت ليه بغيت نحرق غادي كحل عليا. داك صاحبه قال ليه شوف ما تقولش ليه بغيتي تحرق، قول ليه غادي بغيتي تمشي لطنجه نخدم ندبر على راسي وهكا غادي يعطيك الفلوس وغادي يقول لك يسير. صافي عصام وداك صاحبه زكاو نهار فاش غادي يمشيو لطنجه. عصام دو مع باه وقال ليه باللي غنمشي لطنجه لقيت واحد الخدمه تماك في واحد الشركه. باه فرح قال ليه الله يرجع لك اولدي هادشي اللي بينا، ويعطيه الفلوس المركوب باش يمشي لطنجه. وخوتو فاش سمعوا هادشي فرحوا ويقولوا اخيرا بينا نتهناو منك ومن المصاري
ناري في توعك. حتى النهار فاش غادي يمشيو لطنجة، عصام جمع حوايجه وخرج ومشى عند صاحبه، ولكن غادي تصدم صاحبه، غادي يقول لي انا مابقيتش بغيت نمشي لطنجة، بغيت نبقى غير هنا في كازا. حباب كي دايرين؟ بخير كلشي وهداك الصحة اش كتعاودوا. شكرا لكم على الدعم الاسطوري تاع الفيديوهات اللي فاتوا. الزقاء بنت لكم واحد الطلب، اللي عنده تيك توك ولا باج فيسبوك يروح فيها الفيديوهات، بنطلبكم باش تيليشارجوا هذا الفيديو وتلوحوه اجزاء، ما فيه لا حقوق نشر لا والو، قلت لكم تقبضوه تيليشارجوه وتلوحوه اجزاء، وهكا غتستافدوا نتوما وحتى انا غنستافد. ومن غير هذا الشيء هذه القصه اللي في هذا الفيديو كتعطي الناس واحد الامل باش ينوضوا يخدموا على الحلم نتاعو. الزقاء فاش كندخل البيسي كنلقى اكثر من 80% تاع الناس مشتركين كيتفرجوا وما مشتركينش. كنتمنى لي ما باقي ما اشترك يشترك دابا في الثانيه هذه، اشترك وفعل داك الجرس باش يوصلك الجديد وسوق هذه القصص. ويلا نكملوا القصه. عصام فاش شاف صاحبه خوه بيه قال لي انا ما غنمشيش، طلع عليه الدم بدا كيتسابوا، كانوا غير تخاسم. عصام هز ساكو زاد في حالته ومشى ريح في واحد البلاصه وبدا كيفكر وتقول مع راسو دابا انا كيفاش وحلت. انا قلت ماني نضرب اللي غادي لطنجه نخدم، الشركه دويت معاه وقالت لي غير يجي، الا مشيت للدار رجعت اش غادي نقول لهم؟ وخوتي حتى هما غادي يبداو عليا بالهضره. وعرف بلي الا رجع للدار غادي يكحلوا عليه خوتو، وقال صافي انا غنمشي لطنجه وغنحرق الصبليون. عصام قال صافي اللي بتوقع توقع، غامر او غادر. عصام مشى بلاصه على الكيران وشد الكار ومشى لطنجه. يوصل لطنجه بدا يدور تماك ولقى شي دراري بدا كيدوي معاهم، والموتو على جبدوه هو تاع الحريق. قال لهم انا جيت من كازا وبغيت نحرق، قالوا لي القضيه مزيره هاد الايام، الطريقه الوحيده باش تحرق هي تشري شومبرير تاع التراكتور، شومبرير كبير وتحرق به. عصام عرف بلي ما يقدرش يدير هاد الشيء حيت الدراري اللي كيحرقوا بالشومبرير كيكونوا عوامه بزاف، وعصام كان العمان تاعو على قد الحال. عصام بقى كينعسي في الزنقه وكيطلب الناس يعطيوه الفلوس والماكله حيت الفلوس يعطاه باه قداو ليه. المهم بقى هكا لمده حتى واحد النهار عصام قال بعدا خاصني بعدا ندخل للسبتة، ما نبقاش بعدا في طنجه، ندخل للسبتة ونريح ونشوف كيفاش نحرق. حتى واحد النهار عصام مشى شيت الحدود تاع السبتة بقى مريح تماك، بانوا ليه شي مخازنيه كيدوروا، مع بانوا ليه مشاو تلاح في الماء وهو يضرب الدوره ودخل للسبتة. مع طلع من البحر مشى كيجري لواحد القهوه كانت تماك حتى البحر، وكان عنده الزهر بديك القهوه مغربيه، دخل لداخل وكان عنده الزهر بديك القهوه مغربي. مع دخل القهوه عنده السربي كيجري ويقول لي اش كدير هنا مسخوط الطواليجين، دخل دخل الطواليت تخبى. قال لي انت ما عندك زهر، حرقتي النهار كاين لي كونترول، البوليس كيقلبوا على الحراقه. قال لي دخل وسد عليك في الطواليت وما تحركش، الا كان عندك شي زهر ما يعقوش بيك. بقى عصام ساعات ومخبي في الطواليت حتى عنده السربي، قال لي صافي غير سير، ولكن قبل عطاه الماكله واتاه قال لي كل بعدا كتبان جيعان. عصام بقى كيدور تماك وكيقلب على شي باطو فاش يسلت، وعرف بلي القضيه مزيره، ما كاين حتى شي طريقه اخرى من غير الشومبرير. داك الشيء اللي دار مشى شرا واحد الشومبرير تاع التراكتور، بقى واحد السيد تما كيبيع الشومبرير، شرا شومبرير ونفخو ومشى جهة البحر. ومع العشرة الليل بالضبط عصام يدخل البحر وغيتي معاه الشومبرير وغادي تلاحوش الشومبرير وبقى يقابض فيه وكيشتف بيديه. عصام فهاد اللحظة بدا كيبعد على سبتة، سبتة ولات كتبان ليه بعيدة وكيبان ليه واحد الزرق جاي من اسبانيا. عصام فرح قال صافي باقي ليا واحد الساعة نوصل لاسبانيا، بدا كيشتف كيشتف. واحد اللحظة على غفلة جات واحد الضبابة كحلة، وهاد الضبابة ضرقات داك الضو الزرق وكتصب الشتا، الشتا وسط البحر كتصب بجهدة. عصام تخلع شدته الخلعة وقال صافي مشيت فيها كفتة، هادي هي الأخرى ليا، والضبابة اللي كانت فوقك حلا وغير الماج والشتا وتخلع وشط الرعب. عصام مع الخلعة بدا كيشتف كيشتف بالزربة، على جهدو كيشتف، واحد شوية عيا صافي عيا طبلوكة ويقول خاصني نريح ونهدى. واحد شوية حتى ديك الضبابة الكحلة اللي كانت فوقو مشات، مبقاتش الشتا ولا كيبان لي عاوتاني الضو الزرق جاي من اسبانيا. عصام فرح وبدا عاوتاني كيشتف جهة الضو الزرق، داس واحد مدة قليلة ويجي عاوتاني واحد الضبابة كحلة أخرى، هذا المرة ما كانتش الشتا غير الضبابة، ولكن الماج بداو كيضربو بالجهد وكيهبطو، والماج كيطلعو حتى الفوق يهبطوه. وعصام قابض في الشومبرير قابض فيه وكيحاول يتنفس، شوية البحر زقا وبدا عصام كيضرب غير على الله وعليهم حيت كان الضبابة ما عرفش راسو فين غادي. تقريبا بقى هكا واحد الساعتين، والرياضة اللي كان كيدير هي اللي عاوناتو، كون ما كانت ديك الرياضة كون مات. ديك الرياضة اللي كان كيدير رباط فيه السوفل، وعصام قدر يخرج من ديك البلاصة ويقيس الرملة، وفاش قاس رجليه الرملة فرح وعارف راسو باللي وصل، وقال أخيرا وصلت الصبليون. مشى جهة الرملة هو ينعس مع كان سخفان، وانتم عارفين باللي بزاف تاع الناس كيحركوا كيموتوا، وداك الشيء اللي كيدوزوا وسط البحر حتى واحد ما كيعرفوا من غيره هو والله. وكنشوفوا هاد الدري عصام قدر ينجا من الموت باش يجي وعاود لنا هاد الشيء اللي دوز في البحر، حيت الصراحة هاد الشيء اللي دوز ما كيتصدقش، وراه كاينين شي ناس ماتوا في وسط البحر ودوزوا أكثر من هاد الشيء. عصام بدا كيحمد الله بلي وصل لإسبانيا وما ماتش، شوية ويدي عينيه وينعس، مع البحر عياه بزاف. عصام غادي يحل عينيه وغيتبان ليه الشمس فاق، وعاود تاني بدا كيطلب الله وكيشكرو حيت وصل لإسبانيا. حتى
تم غادي واحد شويه حتى يبان ليه فواحد الكارطونه حليب مدينه تطوان. عصام تماك تحلرت على ركابي وبدا كيغوت وكاوت في راسه وكيبكي بواحد الطريقه هيستيريه وكيقول قلت بين قلت راسي على قبل والو. واحد شويه تم ديزين شي بوليس من تماك فوق العودان حتى كيبان ليهم عصام كيبكي وكيغوت وكيبان حالته حاله وكله فازك بحال كان بيحرق وقع عليه شي مشكل. تم غادي عند البوليس بداو كيدويو معاه وعرفوه باللي كان بغى يحرق. عصام عاود البوليس بالضبط اش وقع عليه بلي دخل الماء وكان غادي يصب ليون والماء هاج ورجعوا لتطوان. البوليس تاثروا بزاف داكشي اللي عاود لهم عصام وقالوا ليه شوف نعطيوك 200 درهم ورجع في حرك الكازا الحريق راه فيه غير المشاكل. البوليس داو بعدا للكوميساريه وعطاو حوايج جداد حيت دوك الحوايج كانوا مشرقين وفاسقين وجابوا ليه حتى الماكله تاع عصام عرقه. في الاخر عطاوه 200 درهم وقال ليه شوف سير رجع لكازا في حرك. عصام عجبو داك التعامل اللي تعاملوا معاه البوليس ومن داك النهار هما البوليس كيعجبوه وقت ما بانوا ليه البوليس كيحترمهم. عصام بلاص ما يشد الكار ويمشي لكازا مشى لطنجه وقال لا انا ما غنرجعش لكازا حتى نولي واحد الانسان كيضربوا عليه المثال. عصام داك النهار بدا كيدور في طنجه كيقلب على شي خدمه ولكن حتى واحد ما بغى يخدمه. وفي الليل عصام شرى واحد الجرده تخشى في واحد القنيطه وفرش الكراتن وينعس. حتى واحد شويه جا عند واحد السيد وجاب ليه واحد البطانيه وقال ليه هاك باش تغطى راه كاين البرد. عصام صافي نعس حتى غاتفيق على غفله على الصداع تاع واحد جوج مطر كبار تي ماكس وطونوبيله رونج روفر. عصام لا كيجري شاف اش واقع في الاول ما فهم والو صحابو واش مسابقين. حتى واحد شويه غادي تصدم غابروا ليه دوك جوج تي ماكس دوك جوج مطر براكاو داك مور رونج روفر وتمو غاديين عنده هازين السيوفه خرجوه من الطونوبيله وبداو كيضربوه وكيقلبوا ليه جيوبه وكانوا بغاو يديو ليه الطونوبيل حيت داك مور رونج كان قابض السوار تاع الطونوبيل كيقول لهم لا ما عجبكمش الطونوبيل ما عجبكمش السوارز. عصام كيشوف داك الشيء وبدا تيقول اش بيني وبين هاد المشاكل انا غير البارح كنت بنموت في البحر ونزيد اليوم عاوتاني المشاكل مشي نعس ونعطي راسي الراحه. ولكن ما حط راسو باش ينعس بدا كيسمع داك السيد كيغوت وينبو الضمير تاعو. هاد البلاصه فين كان واقع هاد الشيء كانت واحد الساحه خاويه وما فيها حتى شي حد. عصام راه كيجري غادي عنده معاه هو كيتريني وكيعرف يدابز حيت حياته كلها دوزها بالكيك بوكسين. قبض الاول ضربه بواحد البونيه ويحيد ليه داك السيف مشى عند الثاني هو يدفعو بدا كيدابز هو وياه باش يحيد ليه سيف. داك مور رونج روفر ما فهم والو بقى غير كيجوف. حتى لواحد شويه عصام كان داز مع داك الثاني حتى غيجي ليه داك الاول اللي ضربو جاريه من اللور ويشلق عليه يقول له راه ليا السيف. عصام ما حسش براسو دار هو يضربو بالسيف الكرشو. داك مول تي ماكس طاح في الارض وبدا كيخرج دمو كيغوت وصاحبو حتى هو كيغوت يقول ليه صافي قتلتي لي يا صاحبي اش غادي نقول لكم ما داش دقيقه حتى غادي يوقفوا البوليس. داك مول تي ماكس بقى هرب وبقى عصام ومور رونج روفر وداك مول تي ماكس الاخر اللي مضروب في كرشو. جات استافيت وهزات عصام وداك مور رونج روفر وداك مور رونج روفر بدا يقول بشويه لعصام علاش صاحبي ضرب شي الكرشو دابا انا غنضرب الحبس على والو. قال لي انا ود عائله معروفه في طنجه وغادي نتشوه. عصام قال داك مور رونج روفر دابا انت مناش خايف مناش. قال لي انت شتي كلشي انا ما درت والو وانت شاهد. عصام قال لي صافي غير اسكت انت ما درتي والو عفناك ما درتي والو راه اني ضربته بالموس. ويقول لي عصام شوف انت معاك مزيان غنقول لهم بلي انت ما عندكش علاقه بهذا الشيء انت تجي غير تفك وانا اللي كنت مدابز معاهم. وبداو كيدويو بشويه وكيتفاهموا باش البوليس ما يسمعوهمش وباش فاش يدخلوا الكوميساريه يكونوا متفقين على حاجه وحده. داك مور رونج روفر قال لعصام شوف الا خرجت من هنا سالكه غنبقى نجيب لك القفه حتى للحبس ونهار تخرج كاع من الحبس نتهلا فيك. عصام حقد على الحياه قال صافي انا حياتي سالات مني مشيت بنحرق وحتى قربت الصبريون ورجعت عرفت بلي راسي انا مسخوط وما عنديش ظرف هاد الحياه. وقال عصام لذاك مور رونج روفر الصراحه انا نستاهل غير الحبس. عصام فهاد اللحظه دخل الحبس وحقد على الحياه. داك مور رونج روفر فاش جا فراسو خرج من هاد الورطه ما وقع ليه والو وبلي عصام عاد قوم دوك الجوج كانوا بيمخروا ليه الطونوبيل مشى عاود هادشي لباه با غير سمع هادشي ما فكرش هبط تيريكت الكازا مشى عند البا تاع عصام حيت الرونج روفر كان تاعو ما كانش تاع داك الدري اللي سايقا. مشى عند با تاع عصام عاود ليه كلشي بلي عصام دابا في الحبس وراه ضرب واحد خونا بالموس وراه عتق ولدي قال باش فرر الطونوبيل وقال ليه شوف غير تهنى ولدك انا غادي نخرجو من الحبس. البا تاع عصام حتى مو طلعوا لطنجه باش يشوفوا ولدهم وعصام ما كانش حامل يشوفوا باه ومو في ديك الحاله. فهاد الوقيته كان داك مور رونج روفر وباه مشاو عند داك الدري اللي ضرب في كرشو. داك الدري اللي ضربوا عصام بكرشو بالموس قالوا ليه شوف انا عطيتك الفلوس وغتقول في المحكمه باللي ماشي عصام اللي ضربك بلي ضربك واحد الدري اخر وهرب وعصام كان غير بيفك. عصام دوز اكثر من 6 شهور في الحبس والنهار فاش غادي يخرج تم خارج من الباب وداير في راسو بلي غادي يرجع لكازا ولكن كان كيتسنى داك مور رونج روفر حدا الباب تاع الحبس مع بلي سلم عليه عصام. عصام صحابو واش بلي غير بيسلم عليه ويمشي في حاله ولكن قال ليه شوف غدوز معانا واحد 15 يوم معانا في الفيلا غتاكل وتشرب وتستراح. مش ريح معاهم في الفيلا ولقاهم الناس لاباس عليهم وعندهم الفلوس ومشهورين في طنجه. طلعوا فيه عطاه واحد البيت وقال ليه شوف انت غير نعس وكل مع
راس. دازت واحد المود تحت واحد النهار غادي يقولوا لعصام باللي شوف راك غادي تخدم معنا في الشركه، غادي نخدموك كسيزي كونترولور تاع السلعه في الشركه. هاد العائله اللي معروفه في طنجة عندهم واحد الشركه تاع التغذيه، كيجيبوا المواد الغذائيه من الصين واوروبا وكيفرقوها على الجماله اللي كاينين في المغرب. عصام بقى خدام في الشركه كيكونترولي السلعه والمواد الغذائيه، وكان كيريح مره مع الباترون مولشي، كيريح معاه في الفيلا وكيبقاو كيدويو. ومع عصام كان قريب المولشي وساكن معاه في نفس الفيلا وديما كيدوي معاه، دغيا كراضاه ولا مسؤول كبير في الشركه. عصام كانت كتعجبو بنت مولشي، وعصام تقريبا كان كيدوي معاه كل نهار بحكم انها ساكن معاه في نفس الفيلا. حتى لواحد النهار باه مولشي غادي يشوف عصام شات ليها في تيها وكيدور حدا الفيلا. باه مشى كيجري عند عصام قصدو، قال ليه شوف انا دخلتك لداري حيت بنتي ليا راجل ولد الناس وتهليت فيك ووقفت معاك، ولكن باش تضر ليا لبنتي حتى لهادي لا. قال ليه شوف الا بغيتي المعقول دخل من الباب الكبير ماشي من الباب الصغير. عصام قال ليه ما فهمش، قال ليه شوف خاص تكون في المستوى تاعنا باش تاخذ هاد البنت. قال ليه انا ماشي ولدها باش تجي انت تقول لها جوج كلمات تاكل لها عقلها وتفلى عليها. قال ليه شوف سير جمع حوايجك، ما بقاش بين نشوفك لا في الشركه لا في الفيلا، غبر وسير الله يسهل عليك. عصام فهاد الوقيته تقريبا عنده شي 21 عام، جمع حوايجه مشى عند واحد صاحبو كاين في طنجه عنده واحد المحل وريح معاه في الدار وبقى خدام معاه في المحل تاعو. هاد السيد كان عنده واحد المحل كيبيع البارابولات وداكشي تاع الواي فاي ودوك الاذاعات تاع الكره، وبقى عصام خدام معاه وكيتعلم ديك الصنعه. وبقى هكا حتى لواحد النهار عصام غادي يكون مريح في الليل مريح كيشوف البيسي، حتى غادي يطلع ليه واحد الفيديو تاع الاي كوميرس، واحد اليوتيوبر مغربي مشهور كيشرح بلي الاي كوميرس فيه الفلوس والعاقه. عصام عجبو هاد الدومين وبدا كيتعلم هادشي، كيتعلمو دقة دقة. وفي هاد الايام بالضبط فاش كان كيتعلم كان ديك الساعة كأس العالم تاع روسيا، وكاع المغاربة كان خاصهم الإذاعة باش يتفرجوا في الماتشات تاع الكرة. عصام كان أجي بلاص ما نبيع في المحل، أجي نطلق واحد الإشهار ونقول للناس بلي أنا كنبيع دوك الإذاعات واللي بغى دوك الإذاعات نصيفطهم ليه، وقال بلي غندير واحد الثمن قليل على المحلات باش نجيب الكليان بزاف. في الأول طلق الإشهار في المغرب وبدا كيبيع وتيجيو مبيعات، ولكن لقى واحد المشكل بزاف تاع المغاربة كيشرو من عنده داك الإذاعة ومن بعد كيرجعوها ليه، يقول لي هاد الاذاعه ما عجبتناش رجع لنا فلوسنا. وبدا عصام خدام وكيتقاتل واحد شويه يقول اجي انا ما بقاش نبيع في المغرب، انا نبيع في العالم كامل، ياك غير كود غتصيفطوا لي في ميساج انا نبيع كاع في العالم كامل. وداكشي اللي دار طلق الاشهار في العالم كامل وبدا كيركز على دوك الدول اللي كيجيو منهم مبيعات بزاف. وهنا فاش عصام ولا كيبيع 300 400 مبيعه في النهار، ما عنده لا شحن لا والو، ما عندوش ليفريزو، كيصيفط لهم غير الكود في ميساج وهو صيفط لهم البرودوي. وبدا كيبيع في هاد لي كود تاع الاذاعات كيبيع، وفي المده تاع 20 يوم دخل 20 مليون. عصام باش عاود لصاحبو اللي عنده محل تاع البارابولات عاود ليه بلي دخل 20 مليون في 20 نهار، داك صاحبو بيحماق، قال لي صاحبك كي درتي ليها؟ قال لي انا 20 مليون كندخلها في عامين 3 سنين. وعصام باقي الان ما تيقش راسو بلي دخل ديك الفلوس، وهاد الوقيته كان باقي ما بداش كاس العالم، يعني باقي قدر يبيع. وبدا كاع ديك المده تاع كاس العالم هو كيبيع، حيت عرف راسو بلي خاصو يضرب يديه دابا حيت لفات كاس العالم ما بقى حتى شي واحد غيشري هاد لي كود. وداك الشيء اللي دار عصام ضرب يديه تاع بصح في كاس العالم تاع روسيا، ومن بعد هبط لكازا ويشري واحد المحل كبير عمرو بالبارابولات والتلفازات واي حاجه عندها بالواي فاي والانترنت. وعصام بدا كيخدم بواحد الطريقه جديده اللي حتى واحد ما كيخدم بها، كيخدم غير في الانترنت، كاع لي برودوي اللي عنده دار لهم واحد السيت وكيبيع غير في الانترنت، والسيت ولا كيجي الفلوس كثيره ولا كيبيع بزاف في الانترنت. ومن بعد عصام ولا مستورد كبير ولا كيمشي للصين وكيجيب بزاف تاع السلعه وكيبيعها. فهاد الوقيته عصام كان باقي كيدوي مع ديك البنت اللي باها ما بغاش، وكان ديما كيعاود لي على النجاح اللي وصل ليه باللي ولا من اكبر البياعه والشرايه في كازا، ولا كيبيع التلفازات والبارابولات وعنده سيت، ولا كيبيع التلفازات واي حاجه عندها بالانترنت. وهاد النجاح دارو في واحد المده قليل. الحاجه اللي ما كانش عارف عصام باللي ديك البنت اللي كيدوي معاها اللي كمصاحب معاها كانت كتعاود لباها كل شيء. با هو داك الباترون مول الشركه اللي كاينه في طنجه كانت كتقول ليه باللي عصام راه دار الفلوس ولا راجل وراه حتى هو ولا لاباس عليه ولا من دوك الشلاغميه. حتى واحد العشيه عصام كان مريح في المحل تاعو خدام كيف العاده، حتى غادي تفاجئ شكون اللي غيدخل عليه. غادي يدخل عليه داك السيد الباترون مول الشركه اللي كاينه في طنجه تاع التغذيه، سلم عليه وقال ليه شوف راه بنتي كتعاود ليا كلشي ودابا انت راه بنتي ليا باللي وليتي راجل. قال ليه انا عرفتك كتبغي بنتي وحتى بنتي كتبغيك ودرت لك هكاك باش ندير فيك النفس وتنوض تخدم. قال ليه شوف انا ما نسيتش الخير اللي درتي ليا مع ولدي، عتقتي من دوك الشفاره اللي كانوا غادي يشفروا ليه رونج روفر 120 مليون، داكشي علاش انا جيت تالكازا هبطت عندك وقلت لك دابا نقول لك تجوج بنتي، داكشي علاش انا هبطت لكازا وخليت لي خدمه كثيره في طنجه هبطت عندك باش نقول لك دابا انت راه وليتي راجل ونقول لك تجوج بنتي. عصام فرح بزاف حيت كان كيبغي ديك البنت، وعصام تجوج بديك البنت ومعاه تجوج بها الله زاد يسر ليه، ولو عنده بزاف تاع المحلات في المغرب ولا تقريبا كيبيع في كاع المغرب ديك السلعه اللي كيجيب من الشينو. من بعد عصام شارك مع نسيبو وشراو واحد الارض باش يجيرو فيها العمارات ويجيرو واحد الاقامه، وعصام قدر يدخل الدومين تاع العقار، وحاليا عصام عنده جوج تاع الاقامات وحده
الدار البيضاء والاخرى في طنجه. العصابه شو اللي لاباس عليهم مليونير كاع خوتو مشاو عنده وقالوا ليه سمح لنا من داكشي اللي كنا تنجيرو ليك داك التنمر وداكشي كاع اللي كنقولوا لك سمح لنا بزاف. وعصام قدر ينجح واخا كاع دوك الصعوبات اللي داز منهم حيت ما كاينش شي نجاح بلا صعوبات. راه دوك الصعوبات اللي كندوزو منهم هما طريق النجاح. دوك الصعوبات هما اللي كيعلمونا بزاف د الحوايج حتى واحد ما عارفهم هما اللي كيعلمونا الطريق تاع النجاح والطريق اللي غادي نتبعوه. نسولكم واحد السؤال في هذا الفيديو على قبل عصام، واش داك التنمر والسبان اللي كانوا كيسبوه خوتو هو اللي خلاه ينجح؟ واش مزيان تسبوا شي واحد وتقولوا ليه نوض تخدم راك ما داير والو في الحياه نوض تخدم ودير شي حاجه، ولا العكس تاع هادشي ديما ندويو معاه كانه شخص ناجح واخا ما يكون ما داير والو في الحياه؟ خليو لي الراي تاعكم في هذه المساله في الكومونتير لتحت، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو حيت الفيديو ضروري تبارطاجيوه. وبلا ما نقول لكم علاش